معنا عبر الهاتف من العقبة مدير صحة العقبة دكتور إبراهيم المعايع. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. دكتور، يوم الغد سوف يتم إخراج الأشخاص السبعة الموجودين في الحجر الصحي، هل سوف يتم فحصهم قبل أن يخرجوا؟ نعم، شكرا لقناة المملكة وشكرا لجلالة سيدنا ومعالي وزير الصحة على الاهتمام البالغ في صحة المواطن. نعم، هم آخر أشخاص عنا في الحجر الصحي، ويوميا يخضعون للفحص الطبي صباحا ومساء، وأي مشكلة يواجهوها يتم الاتصال بالريسبشن استعلامات الفندق، ونقوم بمتابعة أي ملاحظة من هؤلاء الأشخاص المحجور عليهم. ولغاية اليوم لقد خرجنا ثلاثة أشخاص، وغدا إن شاء الله سوف يتم تخريج أو إخلاء سبعة أشخاص من الحجر الصحي من الفندق، وإن شاء الله سوف احنا نكون في محافظة العقبة قد أنهينا الحجر الصحي، والحمد لله، وذلك بفضل جهود كوادر الصحة كاملة، وشاكر لهم جميعا، جميع الموظفين من كوادر الصحة، والحمد لله لم تظهر أي حالة إصابات في العقبة. الحمد لله. طيب دكتور، أيضا سوف يوقعون على التعهد بالبقاء في المنازل لمدة 14 يوما. نعم، جميع الذين خرجوا كان بالفندق أعداد هائلة، وجميعهم كانوا يخضعون للحجر، خضعوا للحجر، ومن ثم تعهد في حجر منزلي 14 يوما. وأيضا كنا نأخذ عينات عشوائية من جميعهم، مسحة أنفية من جميع هؤلاء الأشخاص، وخاصة أيضا هذول العشر أشخاص اللي تموا كانوا في الحجر، أيضا خضعوا للمسحة الأنفية، وأيضا وضعهم الصحي جيد، لكن هاي عينات عشوائية بناء على توجيهات معالي وزير الصحة. أننا نأخذ عينات عشوائية من كافة المواطنين في المحافظة، سواء كان بالحجر أو الأجهزة الأمنية أو الكوادر الصحية. وقد أخذنا البارح يعني تقريبا 31 مسحة من نفس الفندق الحجر الصحي، منهم كوادر صحية وأجهزة أمنية، وأيضا المحجور عليهم تم أخذ الفحص للمسحات منهم، وإن شاء الله النتائج سوف تظهر بعد يومين ثلاثة إن شاء الله. دكتور، ستبدأ مباشرة عملية تعقيم المرفق الصحي الذي كان يستقبلهم؟ نعم إن شاء الله، نحن غدا عند إخراجهم صباحا إن شاء الله سوف يتم تعقيم الفندق من قبلنا من وزارة الصحة. يوجد عندي فريق أيضا كامل متكامل يقوم بتعقيم الفندق وثم تسليمه لأصحاب هذا الفندق، وأتمنى إن شاء الله لا يكون أي مصاب ولا أي شخص نقوم يعني للحجر. ومحافظة العقبة إن شاء الله سوف تنعم بالرخاء ودائما بالطمأنينة، وتكون نموذج لجميع أنحاء المملكة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب دكتور، سؤال أخير، كما تعلم وزارة الخارجية سوف تقوم بإعادة بعض المواطنين إلى الأردن، هل العقبة من ضمن الخطة التي سوف تستقبل فنادقها أو مرافقها الصحية بشكل عام أي مواطنين أردنيين يعودون في الفترة المقبلة؟ نعم، هو يعني سابق هذا الأوان وإني أتكلم فيه في جهات مختصة في الحديث عن ذلك، لكن إحنا جاهزين سواء كانت كوادر صحية أو فنادق العقبة جاهزة، لكن الأغلب ما رايح بيكون في العقبة، ونحن هذول أبنائنا وأهلنا اللي في الخارج، وإن حضروا أهلا وسهلا بهم، وسوف نقوم بالرعاية الصحية الكاملة لهم. نعم دكتور إبراهيم المعايعة مدير صحة العقبة، شكرا جزيلا لك.